ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم الاثنين 24 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اغسطس ل 3 سبتمبر. عندك لقاءات كتيرة جدا في يومك ده، الوقت يعتبر مناسب جدا علشان تجمع كل العلاقات الشخصية مع بعض، سواء كانت جديدة او قديمة. هتلاقي النهاردة عمليات التواصل مع كل الاشخاص اللي حواليك تعتبر ملهمة جدا وغنية جدا لكل افكارك الخاصة، لكن لازم ما تفكرش بس في المزايا اللي بيجيبها ليك كل الاشخاص والمعارف دول، وتحاول تتفاعل على كل المستوى العاطفي علشان تعرف تكون مدة الاستفادة والتناغم قصيرة عندك. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية الثالثة الثانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر. عندك قوة وصحة واضحة جدا في يومك ده، هتبتدي تشعر براحة كبيرة في كل اللي بيخص نفسك وكل الأمور اللي انت بتقوم بيها، هتبتدي تظهر عليك في الجو ده وهتنتقل لكل الأشخاص اللي بيعتبروا قريبين منك. حاول تستغل الفرصة دي علشان تعرف تتواصل مع أشخاص يبقوا بنفس عقليتك. هتكمل خطتك بأفكار الأشخاص اللي حواليك، هتبتدي في الشغل بطاقة تعتبر مركزة أكتر، اللي كان بيبدو قدامك غير متاح النهاردة هيبقى في متناول إيدك. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر. الصداقة والعيلة هم أساسك في اليوم، انت شخص اجتماعي جدا، ممكن تكون اهملت واحد او اتنين من معارفك في الفترة الاخيرة، لازم تصلح كل العلاقات دي مرة تانية وترجع التواصل معهم علشان ترتفع كل فرص لحل النزاع كان ما بينك وبين الاسرة او حتى ما بينك وبين اصدقائك للابد. هتمر النهاردة بساعات مش هتعرف تنساها، فيها تناغم فيها تضامن، هيلطف ده كل الاوقات الصعبة اللي ممكن تواجهك.